أضافوا رموز وأضافوا بعض اللي هو الجزء المتعلق بال وين هو بسموه الميتا داتا. ميتا داتا اللي هي الوصف ما فوق الوصف أو وصف البيانات يعني. ميتا داتا اسمها. بس القضايا الفروقات هذه اللي بتحكي عنها راح نحكي عنها في اللقاء القادم ممكن أتوقع. هلقيت الآن بدي أحكي عن البيزنس بروسيس موديل نوتيشن. زي ما حكينا انتقل من بدأته الـ BPMI في 2005 انتقلت الإدارة تبعته لمين؟ للـ OMG. الفاينل فيرجن لوان طلعت في 2006. معنى ذلك اول ما بلش شيء اسمه ستاندرد بزنس بروسيس موديلنج نوتيشن 2006 طلعت سبيسيفيكيشن 1.1 في 2008 1.1. اذا لحين لعند هون بتقدر تقول لسه صار ما كانش شغال بشكل فعلي حقيقي. نحكي عن 2008 اول ما بلش يشتغل بشكل فعلي. في 2011 طلع 2. زي ما حكينا الإضافات بعض النوتيشن نضاف عليها الميتا داتا وقضايا الانترتشينج فورمات يعني في تناقل البيانات في الكريوغرافي وفي الميتا داتا. هذه معظم التغييرات صارت فيها. بعض التولز ان التولز اللي بتستخدم او اللي بتسمح لنا انه نتعامل مع البيزنس بروسيس موديل نوتيشن. في عندك ممكن تستخدم المايكروسوفت فيزيو 2010 البريميوم طبعا البريميوم اديشن. الثاني شيء اسمها هي الستاندرد او ال بعرف شو في فيرجنز ثانيه ما بكونش موجود فيها. طبعا اذا بدك تدور عليها في الفيزيو 2010 بتكون تحت الفلوت شارتنج تحت الموديولر تبع الفلوت شارتنج تدخل فيه واحده منهم البيزنس بروسيس موديل نوتيشن. الجيد فيها انه تقدر تسوي الفاليديشن يعني الفحص على السنتاكس قوي جدا يعني شغلتها انا بس في دوره هيك بقدرش انا اعرض نستخدم شيء يعني الليجا بس شغلتها يعني قوية جدا. ممكن تنزل واحدة تجريبية لمدة شهر ما فيش مشكلة يعني نزلها وطلع عليها فيها الفيزيو. أنا لما شغلتها كانت على القديم بس بتوقع أكيد الجديد فيها أكيد 2000 لا ما هو أنت بتاخذ آخر فيرجن وصمها 2010 بس مش 2010 أنت لما بتنزلها بتنزل آخر شيء جديد. حتى لو شفتها على القديم فيش مشكلة أصلاً إحنا مش راح نصل لكل في 2000 في 2 أصلاً يعني مش راح نستخدم كل الشغلات في 2. فالفيزيو بقول فيها يعني ميزة إنه تعطيك الخطأ بشكل وكأنه فعلاً كيف تسوي كومبايليشن. الثانيات مرات بيعطيك مسج على الجنب مرات بيعطيك إشارة إنه في خطأ هوني بس ما فيش تشيك فعلي زي اللي شفته في الفيزيو. أو ممكن تستخدم الفيزيو 2003 أو 2007 بس تستخدم معها بزنس بروسيس موديل نوتيشن موديولر ثيرد بارتي ثيرد بارتي أيوة ثيرد بارتي زي بلاجين ثيرد بارتي. ما هو في كتير من ثيرد بارتيز بتنزلك موديولرز على الفيزيو. هذا بيعني أنه في 2003 أو 2007 أصلاً ما كانش محسش قلنا إحنا في 2008 أول إشي طلع يعني طلع معنا أنه شغال لحد 2007 مايكروسوفت ما كانتش أصلاً داخلة في ضمن الفيزيو. بس هدول إجوا شركات ثيرد بارتي بعضهم في بعضهم مش ثيرد بارتي بعضهم أورجانيزيشن نون بروفيت أورجانيزيشن سووا موديولارز بركب على مين على 2003-2007. بس 2003-2007 لو رحت على فلوت شارتنج مش راح تلاقي بزنس بروسيس موديولار بيضاف عليه. أيوه مش ORM Business Process Model Notation ملهاش علاقة الـ ORM نسينا منها احنا ما اظنيش في بين
موجودات اكيد كموديولينج موجود، بس هل في بينهم كونكشن؟ لا. في يعني بتحكي عن شغلتين في داخل الفيزيو، ممكن تلاقي او ار ام، وممكن تلاقي اورجانيزيشنال ستراكشر، وممكن تلاقي اي ار موديلنج، وممكن تلاقي فلوت شارتنج، بس هل مربوطات مع هاي؟ لا، كل واحدة لحالها. يعني كيف انت بتسوي اورجانيزيشنال ستراكشر رسمه، وبتروح بتسوي داتا فلو دياجرام رسمه؟ موجوده في الفيزيو تنتين، بس هل في بينهم علاقه؟ لا. في عندك في الاوراكل 11JR1 موجود فيها. هذول طبعا تجاريات، او يعني لازم تشتريهم. في عندك فري سورسز، فري سورسز في عندك ال ORYX، هذه ممكن تجيب معها موجود بزنس بروسس مودولر مودرنيتيشن. في عندك البيزاجي، وعندك البونيتا. ال ORYX هذه والبونيتا هذولا اوبن، اظن انها اوبن سورس هذه، بس هذه اكيد اوبن سورس، هذه اوبن سورس بالكامل. هاي عندك هي فري، بس مش عارف اوبن سورس ولا لا. طبعا عارفين شو الفرق بين الاوبن سورس والفري. اوبن سورس الكود يعني متوفر لك، حتى البيزاجي في جزء منه فري اللي هو عند الموديلينج، وزي الاي برو كمان، الاي برو اللي شفناه قبل شويه لعند الموديلينج فري، بس بدك تسوي امبلمنتيشن فعلي، يعني يصير عليه فورمز وتشتغل وتخزن وسبورت، بدك تشتريها سوفت وير از ا سيرفيس تشتغل فيها. اذا هذول هم بعض التولز، هذول مش كلهم. البوبولار بشكل كبير في عنا البونيتا، بوبولار بشكل كبير، والبيزاجي. البيزاجي يعني من أكثر البرامج المستخدمة. إيش؟ هذول الثلاثة؟ على الديسكتوب، ديسكتوب كلهم ديسكتوب. هذول بونيتا في بعض العمليات تقدرش تسويها الا تكون كونكتد اونلاين، تقدر تشتغل بس مرات بيطلبوا منك انك تكون كونكتد على الشبكه عندهم. عشان هيك البيزاجي يعني ممكن تستخدمه عندك للجزء اللي احنا بدنا اياه، الموديلنج اللي هي عند الموديلنج. خلينا نجي نشوف الرموز معظمها بشكلها العام. هذه عبارة عن بوستر، طبعا بوستر لكل الرموز الموجودة عندنا. في بوسترز مختلفة بعطيكم اياهم، كل بوستر بتلاقيه بركز على بعض الشغلات، اشي بركز على الباترنز، اشي بركز على الايرورز، اشي بركز على بيست براكتسز. هذا بيعطيك النوتيشن المستخدمة، النوتيشن المستخدمة. طبعا انا بس بدي اعرضهم بشكل سريع جدا، راح ندخل بتفصيلاتهم لاحقا، راح ندخل بتفصيلاتهم لاحقا. في عندنا اكتيفيتيز، هذول عباره عن ايش؟ اكتيفيتيز اللي هي تاسكس يعني، او بروسيسز. بروسيسز هذه البروسيسز ممكن تلاقي عليها رموز بعض هذول او اكثر من واحد، يعني ممكن تلاقي عليهم واحد او اكثر او ولا واحد. اذا كان فيش عليه ولا رمز بكون بنسميه ابستراكت تاسك، اللي هي ممكن نحكي عنه، اللي ممكن تيجي تحكي فيه مع الاداره، ما فيش عليه ولا رمز، بس صندوق. بالضبط شو هو كيف بتسوى ما تدخلش بالتفصيل. ممكن تضيف عليه على على اي صندوق من هذه الصناديق، تضيف عليه احد الرموز اللي عندنا. الرموز الموجوده عندك هون مثلا انواع مختلفه متعدده، راح نشرحها بالتفصيل، راح نشرحها بالتفصيل. لكن مثلا بعضها شفناه، هذا ايش؟ اذا حطيت هذا الرمز على اي واحد من هذول بيكون يوزر، اذا حطيت هذه الاشاره مانوال
مانيوال معنا فيش فيها كمبيوتر يعني مش داخل فيها لا سيرفس ولا كمبيوتر ولا اي شيء. هذا الرمز اوتوميتد، هذا سند مسج، هذا ريسيف. ممكن تضيف عليه بعض الرموز اللي هون. هذا الرمز بيعني انه هذا التاسك لسه لما تضغط عليه في جواته تفاصيل. هذا الرمز. في عندنا هون بعض الرموز، هذه بتعني لوب تكرار زي فور ستيتمنت، او بديش اقول زي فور، هذه زي الوايل، وهذول التنتين زي الفور، بس واحده منهم التنفيذ للتاسكس، واحده منهم بارالل، يعني التاسك ينفذ اربع مرات مع بعضهم، او انه التاسك ينفذ اربع مرات، هذول بيكونوا خطوط مش واضحه يمكن تلفوني، خطوط ثلاثه فوق بعضهم ينفذوا سيكوينشال. صحيح بده يتنفذوا اربع مرات، بس لما يخلص الاول بتنفذ الثاني، بعدين بتنفذ الثالث، بعدين بتنفذ الرابع. فالرموز هاي طبعا تفصيلاتها ممكن نشوفها لاحقا. طبعا الاكتيفيتيز كمان راح نشوف انه في لها تفصيلات. اذا كانت الرفيعه عاديه تاسك عاديه، اذا كانت عليها دبل عباره عن ترانزاكشن، الناس اللي بيشتغلوا في الداتا بيس بتعرف شو معنى ترانزاكشن، راح نحكي عنها. هذه عندي اذا كان ايفنت بيست بروسيس، وهذا في عندي اذا كانت كول، يسوي كول سيرفيس. في عندنا هون للفلو الخطوط اللي شفتوهم ما بين بروسيس وبروسيس، هذا سيكونس فلو، هذا عباره عن مسج فلو، خط متقطع مسج، هذا عباره عن ديفولت فلو. هذا طبعا الديفولت فلو بنستخدمه لما يكون في عندك اكثر من اوبشن، كمان راح نشوف التفصيل. في عندنا هذا الجزء اللي هي جيتس، الجيتس جيت ويز. هذه الجيت ويز اما تستخدم في الكونفيرجن او في الدايفيرجن، يعني اما لما بدخل بروسيس بطلع منه اثنين او ثلاثه تفرع، او عده تفرعات بيقعدوا بيلتقوا على نفس المحل منشان يكملوا، فبنستخدمهم نفسهم في كلا الجهتين. بشكل سريع هذول اكسكلوسيف جيتس، رمزين نفس المعنى، يعني سواء كان فاضي او كان عليه اكس اكسكلوسيف. في عندك هذول ايفنت بيست، مرتبط بحدث معين. في عندك هذا بارالل، بارالل بمعنى انه في تفرع بشكل متوازي مع بعضهم البعض بيطلعوا. وفي عندنا هذه الانكلوسيف، انكلوسيف بعكس الاكسكلوسيف، الاكسكلوسيف واحد، الانكلوسيف ممكن يطلع من واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه. في عندنا كمان الكومبلكس، كومبلكس، وفي عندنا الاكسكلوسيف ايفنت بيست، هذول في جزء اخر يعني مش رح زي ما حكيت اشرحها كلياتها لانه هي كل الماده اللي عندنا يعني، بس نشوف تفاصيلها. في عندنا الداتا هون، جزء متعلق بالداتا. انا بيهمني تقريبا انه الصندوق هذا بيعني سند، وهذا شو بيعني ريسيف داتا. هذه بتعني داتابيس، في عندنا بالنسبه للايفنتس او ايفنتس عفوا ايفنتس نعم هي راس منيحه بس يعني بتضيع. انا هون بس عمال بعرض لك كل الرموز الموجوده عشان تشوفها، بس راح شو نسوي هالايه راح ارجع عليهم واحده واحده. ليش تستخدم ليش بعدين راح ارجع عليهم، يعني اذا على سبيل المثال زي الجيت او الايفنت بيست، الايفنت بيست راح ارجع لها بالتفصيل الممل زي ما بقولوا البزهق، لانه بدنا نشوف حتى بدنا نشوف الباترن لها والفلو كيف بتم. مش شوي لا، ما هو بناخذ الاهم شيء فيهم. بديش أعلق إشي. أنا هذه الجزئية هاي هدول بديش أعلق إشي منهم، ما بدي أعلق ولا حاجة منهم. بعد خلينا نقول بعد ما نتغدى
بنرجع بنعاود بنشوفهم كلهم. هاي وهي هيك التفصيل اكثر. بعدين مره ثانيه شو بدي ارجع على سبيل المثال هدول مثلا، بدي اجعل هذه بالضبط اشرحها، وبدي اشرح مثال عليها، وبدي اشوف كيف سيميوليشن، كيف في الاي برو شفتوا كيف بتتحرك. راح نشوف كل واحدة هذه في لها باترن فلو نمط. لا شو اليوم اليوم طلعوا شو بدنا نسوي اليوم؟ بدنا نعود نطلع عليهم هذول من اكم صوره، بنطلع عليهم من اكم صوره، بعدين بدنا نعطيكم البيزاجي رسمه الفاتوره اللي شفتوها، بدكم تنقلوها زي ما هي بدون ما تعرفوا شو معناها. بس مكفي. إيه؟ ما هاي حكينا. شو بحكي انا؟ شو بحكي؟ بقول انه حاطين انه قله الرموز. ايوه ما هي، خليني احكي لك ايش هي. مالها شو بحكي لك؟ انا بقول لك هي ستاندرد جديد، لكن غصبا عن كل الناس رح يستخدموه. الرموز لا، اول مستخدمين في البلد، برا البلد لا. يعني كل هالتكنولوجيا ماشيه على البزنس بروسيس موديل نوتيشن، وزي ما حكيت هذه يعني موجوده اللي مسويتها الشركات، مش مسويتها الواحد جاء على باله يسويها. لها ستاندرد ولغه زي ما حكيت، وواضح يعني لما تشوف اكبر الشركات موجوده فيها خلاص معناته هي. طيب بس خليني زي ما حكيت، بديش حدا يحفظ ولا رمز منهم، بس بدي تعرفوا انه في شيء عندنا شيء اسمه اكتيفيتيز، في عندنا شيء اسمه جيت واي تفرع، في عندنا شيء اسمه ايفنتس. ايفنتس راح نجي نحكي شو معنى ايفنت بالضبط، راح احكي شو معنى بروسيس والسب بروسيس والجيت، راح احكي على كل واحدة فيها، وراح نسوي سيميوليشن لها من خلال اكزامبلز نعرف. بس يعني اليوم بدكم تعرفوا بس شكل الرموز شكلهم بس، مش هلقيت على اخر اليوم. نعم خلص، ما هو احنا خلصنا هيت، بدنا نجي هي شايفه انا بشتغل على الذره هي ضايل دقيقتين. لا بس اوكي ضايل دقيقتين. عندنا هون زي ما حكيت في عندنا مسجز، في عندنا عفوا ايفنتس. الايفنتس هذه عباره عن احداث، عباره عن احداث، اما ببدا مثلا البروسيس او بنتهي البروسيس زي الستارت والاند. ستارت والاند طبعا كل واحده فيها رمز، او انه خلال البروسيس يا انت بتبعت مسج يا انت بتستقبل مسج، فلذلك البروسيس بوقف عبين ما تجي المسج. او انه في بعض الاحيان ممكن تاخذ واحده من هذه الايفنتس وتحطها على زي ما شفتوا في المثال تبع الاي برو اللي هو قلت لكم اذا ساعه مثلا هون هذا البروسيس بضل شغال، اذا خلص خلال ساعه او ساعتين بيمشي في الفلو تبعه الطبيعي، بس اذا ما خلص يعني لو كان في عندي هون تايمر موجود وفلو نازل على تحت وفلو طبيعي جاي بهذا الشكل، اذا خلصت العمليه خلال الساعه بيطلع من هون، بس اذا عدت الساعه وانت ما خلصتش العمليه بصير اكسبشن بيطلع الفلو الاخر. هذا طبعا يعني الرموز باشكالها العامه. في عندنا اللينز والبولز، هذول هذا بول وهذه عباره عن لين داخل البول، مسرب او مسار داخل البركه او البول اللي بنحكي عنه. راح نشوف طبعا كل واحدة شو معناها بالضبط. هذه فيش اتصال، هذه بول واحده، هذول تو بولز. بدكم تنتبهوا انه الفلو في داخل الوان بول نستخدم هذه الفلوز، اما ما بين بول مع بول يعني وزاره مع وزاره، وزاره مع بنك، شو بستخدم؟ بس المسجز. هاي شايفين خطوط، بعرف اذا مبينه ولا لا، خطوط مقطعه، لانه اصلا فيش تعامل، فيش فلو طبيعي ما بين وزاره ووزاره او وزاره وبنك، اللي بتم من خلال مسج، من خلال سيرفيس. ماشي. ففي لها قوانين ولها شروط معينه. احنا الان هاي زمرت ونجي لهون. اوكي
طيب ممكن نبدا. طيب الان في هذا السيشن راح نستعرض العناصر الاساسيه بصوره تفصيليه بعض الشيء، لكن زي ما حكيت راح نرجع لكل عنصر من العناصر، لكل رمز من الرموز، راح نعرف بالضبط شو بيسوي. بس جيد انه نكون احنا عارفين في البدايه، عارفين شو هالرموز المختلفه بشكلها العام، لكن المفروض كل رمز من الرموز نعرف بالضبط شو هو. طبعا مع الاستخدام مع الشرح مره ثانيه بيكون اوضح. الان راح نحكي عن الكومبوننتس بشكل عام. راح نحكي عن الكومبوننتس بشكل عام. في عندنا اول شيء ايفنتس. الايفنت اما بتكون، طبعا كل الايفنت شكلها دائري، شكلها دائري، يمكن هذه مبينه بيضاوي، لا بس هي دائري يعني مش بيضاوي. في عند الستارت شو بيفرقها عن الاند؟ انه هذه سنجل وهذه دبل. طبعا في منهم اشكال مختلفه زي ما شفنا في الرسمه اللي عدت. هذول طلعوا قديش تصنيفات تفصيلات مختلفه لهم. كلهم ستارت تو اند ولهم تفصيلات، كلهم ستارت. بس اذا عرفت شو الرمز خلاص انتهى. يعني اذا عرفت انه الخط الرفيع او الخط الواحد ستارت، وعرفت انه الخط مثلا الغامق البولد اند، وعرفت انه الخطين انترميديات، خلص هاي انتهى. بقى نطلع رجعنا يعني ايه؟ يعني اذا بقى بدنا ايش يعني ترجعي لها طبعا. ما هو هي رح تشوف في التول اصلا ما تحط عليها الماوس، ما انت بتكتب لك شو بعدين لما بتختاري اذا بدك تغيري نوعها هو بيعطيك الليست فيهم. اذا اخترت اي وحده بيعطيك شو تعني بالطول. بس اللي بقصده انه مع الاستخدام مره مرتين لحالك بتعرفهم. يعني عندنا هي الستارت، عندنا قلنا في عندنا ستارت، وفي عندنا اند، وفي عندنا هذول الخطين في النص كلهم انترميديت، كلهم انترميديت. طبعا كل واحدة منهم لسه في لها تفصيل، في لها تفصيل. اذا عندنا احنا الستارت بشكل اساسي، في عندي ستارت وفي عندي اند. ممكن انا اذا بدي كيف الفلو تشارت لما تكملش الرسم بتحط ايه بتوصل في محل ثاني ايه، نفس الشيء هون. هذا لينك، لينك مش فلو، لينك رسمه مع رسمه يعني كانها، يعني الرسمه ما كملتهاش لك تكملها في محل ثاني. صفحه ثانيه هذا الشيء. في عندنا هون الاكتيفيتي. الاكتيفيتي طبعا هو عباره عن تاسك، ممكن يكون سمبل وممكن يكون كومبلكس، ممكن يكون فيه له انواع مختلفه، ممكن يكون فيه له تصنيفات، لكن هو عباره عن تاسك، عباره عن عمليه. ماشي. اللقاء القادم اللي هو يوم الاحد راح ندخل نشوف التفصيل تبعهم، التفصيل يعني كل رمز شو بيعني فيها. بس الان بدنا نعرف انه هذا عباره عن انواع. الجيت ويز زي ما حكيت، اما بكون هي عندي دخل عليها واحد وطلع منها مثلا 1 2 3 4 5 قد ما بدي، مش ضروري طبعا يطلعوا من بس الرؤوس الشكل الدايموند هذا، لا ممكن اطلع واحده من هون واحده من هون واحده من هون واحده من هون ما بدي. هذا بيكون عندنا ايش؟ عمليه دايفيرجن، مزبوط، اللي هي التفرع. او ممكن يكون عندي مجموعه خطوط داخلات وبيطلع منها خط واحد، تجمع التقاء. اذا هي عندنا الجيتس. وفي عندنا ايضا كمان السيكونس فلو. هذا سيكونس فلو، اكتيفيتي لاكتيفيتي، اكتيفيتي لجيت واي، ايفنت لاكتيفيتي، ايفنت لجيت واي، بوصل بهذا الخط. زي ما حكيت السيكونس فلو بيكون ما بين اكتيفيتيز او ايفنتس او جيت وايز داخل الوان بول. اذا بدك تشبك ما بين بول مع بول مسج. في عندنا بعديها اللي هو الاسوسيشن، قد يكون بسهم وقد يكون بدون سهم. هذا الاسوسيشن لما بدك تربط اكتيفيتي او اي كومبوننت مع ملاحظه، مع
ملاحظة بشبكه من خلال الاسوسيشن، بشبكه من خلال الاسوسيشن بهذا الشكل، او بدي اشبك اي واحدة من هذول مع اشي بنسميه ارتيفاكتس. الارتيفاكتس اللي هي النوتيشن واحدة، والثانية اللي هي الفايلز او الداتابيس بنسميها ارتيفاكتس. بشبكها بايش قلنا؟ اسوسيشن. هذول الرموز الاساسية. في عنا اللين حكينا، وهو يمثل يعني كومبوننت اساسي متصل مع بعض البعض، والفلو في البروسيسز بيكون بشكل مباشر. يعني عندك في وزارة مثلا، او في دائرة من الدوائر، او في جامعة، الفلو في العمليات بتم بشكل مباشر. يعني ما بتبعت رسالة لجهة خارجية وبتحكي معهم كانهم جهة، كانهم انتيتي خارجية. هذه اللي بتحكي معهم في داخل المنطقة تبعتك شو بنسميها؟ لين. عفوا البول. البول. اللين هو عبارة عن منطقة داخل البول. اللين منطقة داخل البول. عشان يمكن حكيت بالغلط. في عنا البول هي عبارة عن مكون منفصل. Activities فيه بتكون بشكل sequence flow عادي جدا. اللينز عبارة عن تقسيمات داخلية. حسب رح نشوف البست براكتسز كيف رح نسميها. لكن زي ما حكيت قد تمثل دائرة، قد تمثل عملية، زي مثلا الموظف، توظيف موظف مثلا، عملية تقديم الطلب، أو ممكن تقول مثلا مراجعة الطلب، توثيق الطلب، صح مثلا تسجيل الطلب بشكل نهائي. ممكن تكون بهذا الشكل تقسيم. البول بتمثل البروسيس. مش احنا بنقول بزنس بروسيس موديلنج يعني توظيف موظف، عملية شراء، هذه البول تمثل عملية، تمثل عملية بروسيس، عملية او بروسيس. اللين بتكون عبارة عن عدة اكتيفيتيز مع بعض، مجموعة مع بعضها من البروسيس. بالضبط. كل الاكتيفيتيز دي بروسيس كلها بالضبط، مجموعه من الاكتيفيتيز لهم مرتبطات مع بعضهم البعض، مرتبطات مع بعضهم البعض. زي ما شفنا في المثال تبع الفاتوره، اول وحده كانت ايش هي؟ اللي هي الريجستريشن كانه، او ايش اسمها؟ ريجستر. لا اكاونتينج، اظن اكاونتينج اللي هو كانه قسم المحاسبه، او اللين بحكي على اللين. البروسيس ما هي انفويس ريسيفينج، بس انا بحكي اول لين كانت ايش؟ اكاونتينج. اللين الثاني اللي هي فيرست ابروفال، والثاني سكند ابروفال. فاذا البول تمثل بروسيس، هون اللين تمثل جزئيه او مجموعه من الاكتيفيتيز اللي لها علاقه بهذا البروسيس. طيب الارتيفاكتس اللي حكيت عنهم، ممكن يكون عندي داتا اوبجكت، يعني ملف، مجموعه بيانات، او ممكن تكون عندي جروبينج. يعني في عندي مجموعه من التاسكس الداخل هون، بحطها بين في مربع او في مستطيل متقطع. هذه فقط عمليه جروبينج، منشان تقول انه مجموعه هالعمليات هاي تمثل جزئيه معينه او عمليه معينه، عمليه الفحص، عمليه التشيك، اي شيء. يعني مجموعه من العمليات بدك تسميها اسم. لاحظ انت ممكن تسويها بشكل اخر، لما يكون عندك التاسك اللي حكينا عنه قبل شويه، التاسك هذه ممكن يكون عباره عن اشاره الزائد اللي حكينا عنها، اللي بصير تاسك جواها مجموعه من التاسك. بس شو الفرق بين الجهتين؟ هاي في لها معنى سيمانتك، هذه في لها معنى سيمانتك، كانه يعني في عندك بروسيس جواها كمان بروسيس ثانية. بينما هاي عبارة عن توضيح، نوت. هذه نوت فقط، نوت، وهاي نوت كمان. هذول كلهم ارتيفاكتس، والداتا اوبجكتس كمان نوت، والداتا بيس اللي حكينا عنها نوت لحد فيرجن 1، قبل فيرجن 2. فيرجن 2 طالع
الداتابيس بطلت ارتيفاكت، صارت جزء من السيمانتكس، لانه انت بتتعامل مع داتابيس صرت بمعنى حقيقي فعلي وفي وصف للداتا والميتا داتا تبعتها، فبطلت ارتيفاكت. الارتيفاكت هم مجرد نوتس لك، ما لهمش علاقه بالسيمانتك تبع الديجرام. النوت نوت لمين؟ للكمبيوتر الي، وهذا الجروبينج الي عشان اشوفه، وهون عشان اقول انه بتعامل مع بيانات. ولذلك دول مش جزء من السيمانتك او الشيء اللي قابل للتنفيذ، لا ينفذوا. بينما اللي قبلهم هذول اللينز والاشكال اللي قبلها السابقه، هذه راح تتنفذ، راح تتحول الى جمل تنفيذيه. طيب ندخل كمان مره ثانيه بتفصيل اكثر شويه. الايفنتس اللي حكينا عنهم، الايفنتس اللي حكينا عنهم سابقا، زي ما حكينا في عندنا ستارت وفي عندنا انترميديات وفي عندنا اند، هيك راح يعني نشوفهم. في عندنا الستارت ممكن تكون مرتبطه بتايمر، ممكن تكون مرتبطه بمسج، ممكن تكون مرتبطه بسيجنال. شو معنى تكون ستارت مرتبطه بتايمر؟ زي ما حكيت البروسيس هذه تبدا بساعة معينة أو في يوم معين، بداية السنة مثلا، أول يوم في السنة، آخر يوم في السنة، كل يوم الساعة 12 تبدأ ستارت. فبحط أنا دائرة وبكون فيها تايم، وبكون حاطط ضمن الوقت الداخلي إنه هي بتبدأ في الساعة الفلانية أو في الوقت الفلاني. أو إنها تكون مسج. شو يعني مسج؟ يعني الستارت تبعها ما بيبدأ إلا غير لما يجي مسج من مكان ما. أو تكون جاي بسبب سيجنال. شو الفرق ما بين المسج والسيجنال؟ المسج جاية من واحد باعت لك إياها إلك. في حد بعت لك مسج مش عارف لمين باعت؟ لا، المسج بتجي لواحد. بينما السيجنال زي في بالمقابل إلها اللي هو البرودكاستينج، تعرف في الكوميونيكيشن في النتوركينج، في عندك مسج وعندك برودكاستينج. البرودكاستينج ببعت للجميع والمعني بيستلم الرسالة. فهذه سيجنال. إذا توافق إنه أنا السيجنال تبعتي بستنى السيجنال الفلانية لما يصير لها برودكاستينج بشتغل. أوكي؟ إذن في فروقات. وأنتم ملاحظين هون إنه الرموز الموجودة رموز مرتبطة بالبزنس ومرتبطة بالويب والويب سيرفيسز والبزنس. ولذلك كلها رموز واضحة المعنى للناس اللي بيشتغلوا في القضايا هيك. في بعض التريجرز كونديشنال او مالتيبل، نحكي عنهم بالتفصيل لاحقا. بس الكونديشنال شرط، يعني مش عطا، يعني بتقول له اذا صار كذا وكذا وكذا ابدا البروسيس. مثلا اذا اجت مسج وكانت الساعه بين الساعه 8 والساعه 10 اشتغل. في شروط مختلفه، مش كونديشنز، يعني مجموعه من الكونديشنز. على كل حال نفس هذا الكلام الى حد ما مع وجود بعض اختلافات ما في الانترميديات والاند. في الانترميديات والاند نفس التريجرز هذول تقريبا. بدنا ننتبه على شغله معينه في الانترميديات كمان لاحقا راح نحكي عنها بالتفصيل. الانترميديات مرات بيكون انتربتنج ومرات بيكون نون انتربتنج. الانتربتنج انه بوقف البروسيس. الانترميديات ايفنت بوقف البروسيس. النون انتربتنج بيشتغل الايفنت بيشتغل والبروسيس بضل ماشي في الفلو تبعه. يعني راحت فيش ألم ولا هذا ألم؟ هذا ألم؟ يعني لو كان عندي أنا البروسيس معين، هي هذا البروسيس داخل من هون عليه فلو، إذا كان في عندي انترميديت ايفنت هوني، طبعا الانترميديت ايفنت بيكون دبل لاينز اثنين. إذا كان دبل لاين ونفترض كان تايم، هذا تايمر، يعني تايمر. إذا خلص الوقت نفترض مثلا 2 hours، إذا دخل في البروسيس هوني 2 hours وما طلعش من هوني، على وين بروح؟ على هذه المنطقة. هذا إذا كان انتربتنج. والانتربتنج انا بديش ارسم الرسمه اذا كان هيك دبل، يعني دبل عليه. اذا الانتربتنج بوقف الفلو العادي وبروح على
الاكسبشن. بينما اذا كان نون انتربتنج يعني هيك نون انتربتنج بعد ساعتين بكمل هوني وهذا وقت ما يطلع يطلع وقت ما يخلص خلص بضل ماشي. النون انتربتنج يعني بتقول له كمل شغلك بس انا في عندي شغله ثانيه لانه ما خلصتش في الفتره المحدوده بدي اشتغل في شيء ثاني بدي اسوي عمليه ثانيه اضافيه يمكن ابلغ حدا انه هذا ما خلصت ابلغ حد انه بدنا نشتغل في شيء ثاني بدي اسوي بروسس اخر ماشي. فعندنا الانترميديات ممكن يكون انتربتنج وممكن يكون نون انتربتنج كمان راح نحكي عنهم بتفصيل ايضا لاحقا. في عندنا الجيت ويز اللي حكينا عنهم ندخل بتفصيلهم كمان اكثر شويه. الجيت ويز في عندنا الكور جيت ويز والادفانس جيت ويز. الكور هي الاكسكلوسيف ايفنت بيست والبارلل. الاكسكلوسيف الرمز لها زي ما انتم ملاحظين اما فاضي يعني فيش فيه اكس او اكس ثنتين نفس الشيء. والاكسكلوسيف هي تفرع واحد فقط وان بس واحد. لو كان عندي 10 طالعين منها كم واحد بيطلع منها الفلو بس بواحد. طبعا حسب الكونديشن او حسب الشرط كل مره ممكن يروح في واحد بس واحد فقط. في اللحظه اللي بيطلع من واحد الفلو الثانيات ما بيشتغلوش. الايفنت بيست event based هذه طبعا هي عباره عن exclusive event based. شو هن exclusive؟ طالع منه اكثر من واحد بس الخروج تبعهم مش مبني على شرط. هدول مبني على شرط هذا مبني على event. شو الايفنت مثلا؟ زمن على سبيل المثال ساعه معينه ممكن يكون مسج مثلا على سبيل المثال. في عندك event بيس طبعا جيت واي ممكن يكون الاولانيه مثلا مكتوب عليها ساعه ساعتين مثلا او ساعه هون استقبال مسج من الموظف والبعديها مثلا استقبال مسج من المدير على سبيل المثال. واحد قدم طلب لشغله معينه جيت انت هون عند ايفنت بيست اذا خلال ساعتين ما بعت لك شيء الغاء بتكمل هذه تايم صارت او انه قبل الساعتين بعت لك مسج قال لك بطلت بتروح في فلو اخر او قبل الساعتين وقبل ما يبعت لك هذا مسج المدير بعت لك مسج يعني مثلا على سبيل المثال ممكن تكون بهذا الشكل. هاي الايفنت بيست هون وهي الاشاره تبعتها اللي هو بهذا الشكل في الداخل هو الجيت. ممكن يكون عندي واحد منهم هون مرتبط بتايمر زمن فلو وفلو جاي استقبال مسج من كاستمر او كمان استقبال مسج من مين من المدير. هدول كأنه بيسووا ايش ريسينج بينهم. نفترض هذه كانت ساعة وهذا استقبال رسالة من كاستمر وهذا استقبال رسالة من المدير. انت بتكون سويت بروسيس قبلها طبعا جاي هون عم تسوي عملية معينة تقديم طلب او اي حاجة اللي بتسبق بيمشي الفلو فيها سواء الساعة المدة اللي انت حاططها او رسالة من الكاستمر او رسالة من المدير حسب انو اللي بسبق بيمشي فيه. ولذلك هذه شنوعها كمان اكسكلوسيف واحدة منهم تشتغل بيمشي فيها وبكمل بكمل في الفلو. هون بكمل في عندك اجراءات في عندك تفرعات زي ما بدك هون كمان هذول لا هاي بدا هاي هيك هو معدل هو من هون من الشمال لليمين. الرسمات عندنا دائما بتكون الفلو تبعها من الشمال لليمين. هذه ايه هذه جيت واي. جيت واي شنوعها؟ event based عشان جواها شو هذا event. هذا event مظبوط. event زمن حصول مرور وقت استلام رسالة استلام رسالة. event هو استلام الرسالة أو طالع out. ممكن يستلم رسالة من out
مش بيستلم رسالة من الأوتبوت. هذول هون بيستنى واقف. واقف. هون واقف. هيك رسمتها أصلاً. يعني أنا فاهم شو اللي بتقصده. كي أصلاً هو طلع هون. هذول عبرهم أنت غرفة قاعد وعليها ثلاث بواب. هذا البوابات تبعتها. بديش رزقهم فيه. مش بتكونوش منزقات فيه. بوابات. اللي بيفتح الباقيات بيفتحوش. خلص راح. زي ما حكيت مرة تانية هذا رح نعيدها كلياتها رح أعيدها كلياتها لكن بدي تكونوا عارفين الرموز بأشكالها ومرة مع مرة بتكون الأمور أوضح. في عنا البعديها هذه interface. في عنا البارلل. الفرق ما بين البارلل والإكسكلوسيف زي ما حكيت إنه في البارلل في عندي تفرع بالتوازي. تفرع بالتوازي يعني اذا جيت انا على الجيت واي دخلت من هون طالع منها واحدة اثنتين ثلاثه بمشي في الثري فلوز مع بعضهم. طب هذول بمشي في الثري فلوز مع بعضهم لما يكون هي عباره عن عمليه خروج. طب لما يكون دخول عليها يعني واحد داخل هون واحد هون وواحد هون بكمل شيء الا لما يجي ثلاثه. لو كان الفوقانيه هاي عليها دخول اي واحد فيهم بيجي بكمل بكمل في الفلو. فهذا كل واحدة لهم معنى. في عندنا هذا زي ما حكينا انكلوسيف. انكلوسيف انكلوسيف انه في طبعا في عمليه الدخول بالذات او في الخروج. في الخروج اذا بتحكي عن الخروج اذا كان بوابه اثنتين ثلاثه ممكن واحده ممكن اثنتين ممكن ثلاثه انكلوسيف اور يعني اور. الفوقانيه اكسكلوسيف اور. هذه اكسكلوسيف واحده منهم فقط واحده وواحده فقط. هذه واحده او اكثر اور واحد او اكثر. طيب اذا كان في عندي وضع انه لا هي واحد ولا هي واحد او اكثر يعني على سبيل المثال في وضع معين انا بقول انه اذا عندي مثلا الداخل عليها خمسه كلوز بقول ممكن اطلع من هون اذا كان عندي ما بين 2 ل 4 هم 5 مزبوط. اذا اجى واحد بكملش معناته مش اكسكلوسيف صح ولا لا. واذا اجى 2 بكمل او بدي اياه عفوا بدي اياه بين الاثنين والاربعه بدي اياه بين الاثنين والاربعه بس معنى ذلك انه هذه لا هي انكلوسيف ولا هي اكسكلوسيف كونديشن. يعني انت بتقول انه ممكن تكمل حسب شرط معين بين عدد وعدد. على سبيل المثال انت قاعد تجمع استبانات وفي عندك فلوز داخله او في عندك بديش اقول استبانات يعني في عندك مجموعه من العمليات داخله على هون انت بدك عند شرط معين ما يقلش عن حد معين وما يزيدش مثلا عن حد معين او عند ما يصل اول ثلاثه. اول مثلا عندي خمسه داخليا اول ما تجيني تنتين او ثلاثه مثلا حسب الشرط اللي عندي بكمل. زي ايش مثلا ممكن حد يجيب لي مثال عليها؟ محاضره كان عدد الطلاب مثلا 10 اكثر. احنا بنحكي عن فلوز غير بالك غيرت المثال قلت استبانه وبطلت. لا بتحكي عن لازم تجمع عدد لا كمان هذا بتحكي عن اوبجكتس هون على سبيل المثال موافقات بس مش ثلاثه نفس الاشي يعني على سبيل المثال لا مش هيك خليني اعطيك شغله اوضحها فيها. على سبيل المثال في عندك انت ماشي في البروسيسز من هون مثلا بدك عشان تكمل البروسيس في هذه المنطقه في عندي فلو جاي من الكاستمر وفلو جاي من رئيس الدائره وفلو جاي من اللي هو اعلى من رئيس الدائره شو هو بده يكون المدير ماشي. اذا كان انت بدك على سبيل المثال كمان برضه بديش اقول كاستمر بدي اقول انه اذا كان من مدير دائره ومدير دائره ثانيه ومدير دائره ثالثه اذا بيجيك اثنين منهم بتكمل
مش ضروري مش ضروري في الثلاثه بس واحد لا يكفي. فبكون فلو جاي من واحد وفلو جاي من واحد وفلو جاي من جهه اخرى. اذا التقى تو فلوز من جهتين مثلا انا بدي اياه يمشي بس مش واحد. الواحد كان بحط ايش؟ اكسكلوسيف. واذا كان واحد او اكثر بحط اور. بس انا عمالي بقول له اثنين بدي على الاقل اثنين. ماشي ما هو على الاقل اثنين راح يطلع اثنين. ليش؟ لانه على الاقل اثنين راح يكمل. ما هو اصلا فهو اذا كانت لا انكلوسيف ولا اكسكلوسيف بتحطها كومبلكس. طبعا انك بدك تحط الشرط عليها كيف بدك تكمل. لا لا الانفويس اللي حكينا عنها واحد كانت نوعين الفلوسي. ممكن ثلاث موظفين ماشي. بس انا النقطة اللي بدي اياها انه ما تخلطوش بينها وبين الانستانسز. يعني لما حكيت لما قلت استبانة لما قلت عدد من الاستبانات هذه انستانس. لا ما بحكيش عن انستانس بحكي عن فلو. احنا بنقول فلو جاي من مناطق مختلفة. يعني هذا الفلو جاي عن طريق مدير، هذا الفلو جاي عن طريق كاستمر، هذا الفلو جاي عن طريق الشركة، هذا الفلو جاي عن طريق اي شيء اخر. اما بكون اكسكلوسيف اي واحد منهم بعدي، او يكون انكلوسيف واحد او اكثر بعدي، او يكون كومبلكس. كومبلكس بدك تكون حاطط ليميت معين عليه رينج. نعم. طيب هون لينكس وريفرنسز. في حد يعني بده يطلع على بعض الريفرنسز الموجودة؟ في عنا بدي أجي الآن على البيزاج تور. نشغل البيزاجي عندي نعرض عليه بعض الشغلات بعض الرسومات. بعدين بنشوف بعض الأمثلة على الاز از وتوبي من زنار. ما أعرف إذا حد فيكم سمع زنار. طبعا مش ضروري الرسمات يكونوا فيها صح لأنه شغل الطلاب اللي فيها. اللي فيها شغل طلاب قد يكون صح قد يكون غلط لكن على الأقل تمثل شيء. يعني تمثل قصدي مش مراجعة مش متملهاش مراجعة بشكل حقيقي فعلي البروسيس اللي فيها. تمثل بعض البروسيس الموجودة في بعض الوزارات اللي هي as is و to be. بس مش باستخدام البيزنس بروسيس موديلينج، باستخدام الفلوت شارتينج. باستخدام الفلوت شارتينج. في عندنا مثال آخر زي travel request expenses report. ممكن نسوي discussion و modifying. بعديها بدنا نسوي redrawing للinvoice approval. بس أول شيء خلينا نشوف تور في بيزاجي نلف على بعض النقاط الموجودة. عندك أول ما تفتح بيزاجي بروسيس موديولار زي ما حكينا هو برنامج ديسكتوب. برنامج ديسكتوب الجزء الأول منه فري ممكن تشتغل فيه اللي هي قضية الموديلينج. لكن إذا رحت تسوي إمبليمنتيشن بصير بدك تدفع فلوس عليه. بعطيكم إياه حجمه يمكن أعرفش 37 ميجا حجمه. مش كبير حجمه يعني ممكن لا فيش له. الجزء الأول زي ما حكيت فري يعني أنت بتنزله عندك بتشغله. بس إذا جيت تشتغل شغلات أدفانس بقول لك بدك تسجيل. لا 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 آه على الديسك تدفع حقه يعني. حتى لو كانت موجودة بعرفش. لا بعرفش إذا في. في شيء نسخة شال واحد ندور عليها مشان ما هي كاملة. هاي النسخة كاملة. بعرفش هذا شغلك مش شغلي. شغلك مش شغلي. ما جربتش أنا على كل حال. ومش هدف زي ما حكيت. أنا حكيت قبل هالمرة بديش حد فيك يفكر إنه إحنا بدنا نسوي بروغرامينج في هالموديول. هذا إحنا ممكن نسوي بروغرامينج لجزء معين عشان نشوف إنه بيشتغل بس.
اما الجزء اللي انا مطلوب مني في هذا الموديول والمطلوب منكم تكونوا فاهمينه في نهايه الموديول الثاني انك تعرف تسوي في عندك بروسيس كمؤسستك تقدر تسوي له موديلنج. هذا المطلوب. ايش يعني ما في تاسك احنا هون بدنا نعمل موديل؟ لا بدنا نطلب منكم اليوم اذا ما حكيت لكمش ذكروني في بدنا بروسيس كل واحد فيكم بده ينقي كل واحد فيكم بده يختار بروسيس عنده ماشي ويكتبه وصف كلام نجي في اللقاء القادم بدنا نرسمه هون بكتب رسمه بعدين في عنا بيكون بروسيس لكم مع بعض كلياته هو واحد يعني بيكون بعطيكم الوصف تبعه وانتو بتسووه يعني في عندكم بروسيس من المؤسسة اي بروسيس عندكم بتلاقوه ممكن تسووا له وصف عادي وبعدين تسووا له موديلينج وفي عنا بعطيكم وصف بروسيس جاهز موجود انت ما عليك غير انك تسوي له موديلينج. اول ما تفتح بيزاجي بيعطيك منطقة فيها وان بول هاي في عنا وان بول واحدة فقط هذه في عندك على الشمال زي كل البرامج الكومبوننتس وين بيكونوا على الشمال في هذه المنطقة بيكونوا مقسمين إلى تقسيمات زي ما انتم شايفين هذول الاليمنتس الرئيسية بعدين هذول عندنا اللي هم الداتا اوبجكت بعدين في عندنا الارتيفاكتس زي ما حكيت الارتيفاكتس هذول مجرد رموز للتوضيح فقط ممكن تحط رسمة ممكن تحط نوت ممكن تسوي بلوكينج خلينا نعدي عليهم بشكل سريع هذه شو هي طبعا زي ما حكيت لما تحط عليها الماوس بيعطيك شو هي هذه عبارة عن تاسك عبارة عن تاسك هاي عبارة عن ايش سب تاسك سب تاسك يعني انه لما بتحطها يكون في لها وصف كمان داخل زي سب بروسيس زي سب بروسيس اللي بنعرفه في الفلوت شارتنج بعديها هاي ايش ستارت ايفنت ستارت ايفنت وهي اللي بتبدا اي بروسيس طبعا راح نحكي كمان تفصيل اكثر انه هل كل بروسيس فيه له ستارت ولا لا هل كل بروسيس فيه له اند ولا لا هذه لانه بتحكي عن لغه زي ما حكيت بتحكي عن لغه بمعنى انه لازم تكون منتبه على كل التفصيلات تبعتها هاي ايش انترميديت لهم خطين هاي زي ما انتم شايفين هاي اند وهاي عندنا ايش جيتوي زي ما حكينا اما للتفرع او للالتقاء أو للالتقاء. على سبيل المثال لو أنا بدي أرسم بس رسمة بسيطة جدا مثلا بدي طبعا هي drag and drop تأخذها هي عند الستارت هذا مش معجبه بالدول الماوس بينه يعني لازم نحطه في الماوس إذا معي مع الماوس باجي بدبر حالي بدون ماوس مش مشكلة بشوف إذا بيزبط أوكي خلص حط إذا بتزبطش معي إذا لا خلص إذا بتزبطش بكمل هاي في عندي هون ستارت دراج أند دروب هاي هذا الستارت لاحظوا معظمهم بيعطوك على الداير بسموها باي منيو باي منيو كيف المنيو الموجودة فوق هون بس هذه إيش باي منيو طبعا هذا في كل البرامج يعني كل برامج البيزنس بروسس موديلنج تقريبا نفس النمط بس كأصل باي منيو هذا موجود يعني في التولز الموجوده هالايام بيكون المنيو على داير الاوبجكت اذا كان بعد الستارت انا بدي اروح على 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 بروسس اخر ما علي غير اني اضغط عليه واسحبه على جنبه او بدي اروح على جيت واي او بدي اروح على انترميديت ايفنت نعم شورت بسحبها شورت كات سيم هون هاي بسحبها هاي كملت هو بكمل ربطها معها هاي بروسيس ثاني الان نفترض بعد هذا البروسيس لاحظ لما انا كنت هون ما اعطانيش يعني كلهم لما كنت هون طلع شو اعطانا
مثلا ما بعطانيش الاند على سبيل المثال. هاي الاند هون موجوده، ليش مش معقول الستارت وبعد بعدها اند؟ مش ستارت واند. يعني في بعض الشغلات بتلاحظ انه بيساعدك بيعطيك شو لازم تسويه. نفترض انه بعد التاسك الاول، بعد الستارت الاول والتاسك الاول اجى عندي تفرع. طبعا بما انها بهذا الشكل شو نوعها هذه؟ اكسكلوزف. طبعا هي بنشوف كيف انه ممكن اعدلهم، انا اعدل اي وحده فيهم يعني التايب تبعها. في عندنا نفترض انه فيها تفرعين فقط، واحد منهم هون والثاني. بس هو سريع يعني بيسهل على الواقع. لا سريع الرسم، تخافوش يعني بغلبكوش كثير. البرنامج شاطر على رأيك. عندنا هون ممكن انا بدي بعدها يعاودوا يلتقوا مثلا، فممكن مثلا اجي اخذ هون يلتقوا، ممكن هاي احطها فوقيها ياخذها بهذا الشكل. بعديها مثلا ممكن انا اجي على الاند مثلا، هاي الاند الاحمر، هاي رسمة بهذا الشكل. ممكن اجي على تغيير اي جزئية فيهم، ممكن اروح على الزر اليمين، ممكن اروح على الزر اليمين. راح نشوف تفصيلهم كيف ممكن يعني اشتغل فيه. على سبيل المثال ممكن اسوي edit للtext مثلا، edit للtext، او اضغط عليه double click مثلا اقول له ريسيف مثلا بالعربي، صار اكتب هذا ريسيف مثلا انفويس، انفويس ريسيف انفويس مثلا. ممكن اجي اغير هاي وتصير عندي مثلا بدي احط التاسك تايب لها. تاسك تايب هي اعطاني الانواع المختلفة زي ما انتم شايفين. هي بالاصل حاليا هي بلين، مش عليها ولا شيء، بلين ابستراكت تاسك. ممكن تيجي هون سيرفيس تاسك، ريسيف، سند. ممكن من خلال الشكل صرت تعرفوا انه دائما المكتوب لما يكون ابيض بيكون ريسيف، ولما يكون اسود بيكون سند، سواء كان في ايفنت، في بروسيس، في اي شيء. وين ما يكون، لما يكون اسود بيكون مسكر او يعني سند، ولما يكون ابيض بيكون ريسيف. في عندي هذه يوزر تاسك، وفي عندي سكريبت، وفي عندي مانيوال. السكريبت هو بدك تكتب ايش؟ كود، سكريبتنج لانجويج. بتشتغل بالجافا بيكون جافا سكريبت. شو الفرق بينها وبين البزنس رول؟ البزنس رول انجن اللي هي زي ما حكينا عنها، اللي هي بدها انجن للرولز الموجوده، بدها انجن عشان ينفذها. ففي فرق ما بين السكريبت وما بين البزنس رولز. هون عندك تحط يعني شروط معينه، هون تكتب كود. كود ممكن كمان تختار نوع اللوب. هاي طبعا احنا لو اخترنا مثلا على سبيل المثال لو غيرناها هاي وسويناها يوزر مثلا تاسك، هاي صار يوزر تاسك. الان اصبح واضح بالنسبه لي انه هذا التاسك شخص عماله قاعد بيشتغل على الكمبيوتر، بدخل بيانات او بيستعرض او بيسوي اي شيء بيانات. بنضغط مره ثانيه على اليمين ونروح على اللوب تايبس. اللوب تايب زي ما انتم ملاحظين نان، فيش عليها حاليا، هي نان. او ممكن تكون ستاندرد، ستاندرد هو زي الواي. وفي عندي هاي مالتيبل انستانس، مالتيبل انستانس. وزي ما حكينا ممكن تكون اللي هي بشكل افقي او ممكن تكون بشكل عمودي. اذا كانت بشكل افقي معنى ذلك سيكونشال. راح نشوف في الباترن فلو راح نشوف بالضبط كيف بتتم تنفيذهم. يعني في عنا زي سيميوليشن، سيميوليشن بيعرض لك كيف بتنفذه. في عنا ممكن كمان على طبعا هذا اذا حطيت ستاندرد هون يعني
زي ما حكيت بصير بدك لازم تحدد له ال element properties إذا كانت تبين عندي extended في عندك advanced اللي هي مش حطينا احنا loop هيطلع شو بيعطيك